بسم الله الرحمن الرحيم. في اول حاجه هو تتبيله السمك البلطي. السمك البلطي لطيف جدا. انا النهارده مش هيحكمني في موضوع القلي، فهقدر احط عندي زيت. فهبدا الاول بسم الله الرحمن الرحيم بحبه زيت، تتبيله لطيفه، وحبه ليمون. وبحب انا احط معلش بس في البلطي بالذات بديله سنه خل، سنه كده مش كتير اهي. تمام تمام. وهاجي هروح جايب عندي توم مفروم براحتي خالص، معلقه حلوه كبيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله واحد ملوش تاني، كمان حته يلا. حب التوم السمك برضو. وعندي مش هديله فلفل شطه، هديله هريسه برضو، فلفل شطه ولكن معموله بشكل الهريسه في الكبه بالليمون والتوم، بيبقى ليها تستعالي جدا. واحده اتنين كمان واحده برضو زي التوم كده بالظبط. وعندي جزرايه هحشيها في قلب السمكيه، جزرايه مبشوره اهي. الخلطه بتاعتي واضحه قدام حضراتكم بكل تفاصيلها. وعندي كمان حبه شبت اهو، وحبه كزبره اهو، وكمان عندي كرفس مفروم بالشكل ده اهو. كل دي تتبيله وحشو، هنشوف تمام لحد كده. واجيب معلقه صغيره واجي اروح مزود عندي حبه ملح، ادي معلقه اتنين ونص زي برضو ايه التوم. والكمون معلقه توم، معلقه توم حلوه ومعلقه كمون حلوه برضو، وسنة شطة حلوة كده، كزبرة ناشفة، ومتشكرين لحد كده. شايفين المنظر عامل ما فيهاش أي افتكاسة. أقلب الكلام ده تقليبة حلوة. شايفين المنظر الخلطة عاملة ازاي؟ خلطة حلوة يعني. الخلطة دي كمان هشتغل بيها، وممكن ياخد منها حبة لإيه؟ للصيادية، أعمل منها الصوص فيها خضرة زي ما أنا عايز. والصيادية طبعًا هتاخد فلفل وطماطم وكل شيء، ولكن الريحه اللي انا شاممها دي ريحه حلوه جدا، مش بس هستخدمها في السمكيه، لا هقدر استخدمها كمان في الصوص. تمام لحد كده زي الفل وتمام تمام. طيب هتعمل ايه تاني يا شيف؟ تعال نوسع نفسنا كده ونبدا نجيب السمكيه ونتكلم معاها شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي خلينا نسيب القطاعه دي نظيفه ونجيب القطاعه دي زي ما هي كده ونشتغل عليها. اول حاجه اما اجي اشتري سمك من جمعيه او من سوق او من بحر لازم يكون ليه ملامح، والملامح دي بتثبت ان السمكيه دي صاحيه فريش كده حلوه ولا يا فندم تمام صاحيه كده ولا قديمه ولا مفرزنه ولا بقالها كتير. اول حاجه زي ما حضراتكم شايفين العين، شوف كده منظر العين عامله ازاي. عين السمك اي نوع سمك حضرتك او حضرتك وانت بتشتريه تفرق قوي لون العين. لو العين شفافه كده او واضحه مش مغيمه مش ملونه مش مطفيه، تعرف السمكيه دي صبحه. شوف منظرها عامل ازاي، النن بتاعها باين، الملامح بتاعتها. الحمار باين، شوف منظر الخياشين عامله ازاي. انا بس بحب اتكلم في التفاصيل دي. سمكايه واضحه بكل حاجه. الفضي بتاعها يكون تحس ان هو فضه فعلا. بص المنظر ده اثبات ان السمكايه بتبقى فريش. برضه يا شيف بتقول فريش وانت بتقول مزارع، ما هو المزارع دي فريش برضه. المزارع دي سمك فريش. الجمبري اللي بنجيبه مع حضراتكم بتشوفه ده كان فريش برضه من المزارع. النهارده المزارع ما شاء الله في مصر بتنتج انتاج غير طبيعي في الثروه السمكيه بالاخص، لدرجه ان احنا ما شاء الله غير البحور اللي عندنا وانتاج الاسماك الطبيعيه بتاعتنا، في كمان مزارع اللي هي الغليون دي بتبقى معموله. لو بتشوفوا اكيد اعلاناتها كتير مش لوحدي يعني، اللي عندي المعلومه كم المرعى وكم الصيادين والناس اللي فاهمه في خبره السمك بيطلعوا الانتاج زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. ما تقول لي يا شيف اسكت بقى سمكيه عاديه، اقول لك لا، ما هي السمكيه دي مش هينفع اقول لكم ان هي من النيل، هي سمكيه اصولها نيليه اي نعم، ولكن شوف المرعى عامله ازاي. دي مرعى مصريه 100% وفريش وسعرها هتلاقيه لطيف، وهو ده المطلوب. الشطاره فينا نعمل ايه بقى؟ نخلي السمكيه دي تتكلم. يعني ايه تتكلم يا شيف؟ تعال بقى نخليها تتكلم ازاي؟ نعملها تتبيله حلوه، طريقه لطيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح السمكيه بالشكل ده اهو، والتشريح ده اكيد انا ليا وجهه نظر فيه، مش بس عشان يكون شكله حلو او يستوي بسرعه، عشان برضو اخلي لحم السمكه. بص لحم السمكه من جوه عامل ازاي؟ شوف يتبل ويتحشي، وبعد كده هشوف هعمل فيه ايه اهو. طبعا امهاتنا ربنا يديهم الصحه ويصبحكم كلكم بالخير يا رب، بيحبوا يعملوا الحركه دي بس مش بالطريقه دي، يحبوا يعملوها كده اهو اهي الحركه دي. وماله اهي، ممكن تعملي كده زي ما انت عايز. عايزه تطوري الامور شويه وتعملي الحركه دي برضو في ايدينا اهو. كل واحد يعمل اللي نفسه فيه، بس انا هدفي كله ان انا احاول اوصل المعلومه بشكل بسيط وبطريقه سهله، وهو ده المطلوب. خلاص كده خلاص وزي الفل. هجيب التتبيله عندي. اول حاجه هجمع كده التتبيله على جنب، شوف المايه اللي نازله منها دي، شايف التتبيله عامله ازاي. ابدا اجيب السمكيه واخد الاول حبه هنا بسم الله حشو اهو،
انا مش احمر فحش براحتي، مش قلقان ان الحشو ده يقع مني في الزيت اهو. واجي هنا امسك كده، شايف التتبيله عامله ازاي، وابدا اعد كده. شوف المنظر، الخل والليمون والبهارات بتخش في قلب السمكيه مع التتبيله بتاعتي اهو كده، واسيبها هنا كمان. تاني هاخد حبه حلوين كده، شوف قلب السمكيه وحشي كده اهو، وعايز احط في النص ليمونه لا مانع، حبه شبت لا مانع، اللي نفسنا فيه. وارجع تاني واروح ماسك التتبيله ومشرب لحم السمكه. هي حضرتك هنا بقى اللعبه اللي بتكلم عليها، ان انا اطعم السمكه بتاعتي واشربها كده من كل حاجه واخليها تبقى شبعانه من التتبيله بتاعتها، فتقوم تديني طعم كويس. والسمك الوحيد ان لو احنا ما حيقناهوش في الاول صح ما يبقاش لي تحقيقه تانيه. يعني ايه يا شيف قصدك؟ يعني مش زي اللحمه والفراخ نقدر نحيقها في نهايه الطبخ، ما يبقاش وحش بس ما يبقاش احلى حاجه. فالاهم شيء ان وانا بعمل السمك ده من الاول خالص احيقه مظبوط، ياخد التوم بتاعه، ياخد الكمونه بتاعته، ياخد ملحه، يتبل كويس زي ما حضراتكم شايفين، يبقى شبعان ما يحسش ان هو ايه متكروت. لا اهو كده احنا زي الفل تمام التمام. شوف بقى خلاص بعد ما عملنا بالمره نحط الليمون ده في النص، هيدي نفس حلو جدا، ده للسمك الصياديه بتاعنا اهو. هتعمل ايه تاني يا شيف؟ والله إيه؟ عايز يعني ادلعه بحبه زيت على الوش كده. شوف الزيت ده ليه بقى الزيت ده، هقول لكم ليه. هاخد الكلام ده كله واطلع بيه على فين، على الفرن. اتفضل. الشبكه كالعاده بسم الله الرحمن الرحيم تحت منها. قبل ما احط قبل ما احط حاجه على الشبكه، النصيحه اللي دايما بقولها لحضراتكم دايما ما بقف في الوقفه دي بتكلم عنها، اي فرن في البيت احنا مش عاملينه بس للسمك او الفراخ او اللحمه، الفرن في البيت ممكن نحمص عليه عيش، ممكن نحط جواه حواوشي، ممكن نحط جواه فراخ، يعني المقصود ما هوش متصنف في حاجه واحده. طب ليه بتقول كده؟ عشان ما نزفرش الفرن بتاعنا في اي حاجه بنشوي فيها على الشبكه او غير الشبكه. ورقه الالومنيوم دي شايفينها، دي مهمه جدا، دايما بكرر نفس الموضوع، لازم احطها عشان خاطر اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم تقع عليها، اجي في الاخر ارمي الورقه دي متشكرين ومعايا السمكه بتاعتي او الفراخ بتاعتي او حاجتي كلها مستويه وزي الفل، وهو ده المطلوب. بص منظر الزيت كمان ملمع، يخلي الحاجه معايا مش ناشفه. التتبيله دي هنشتغل بيها تاني، ولكن هنا امورنا واضحه جدا، حاطه زيت ما فيش حاجه عندك هتنشف، السمك متبل من جوه ومن بره، فبالتالي الطعم ان شاء الله هيكون ثابت. اي حركات هتقع على مكان نقدر نشيل في اي وقت، وهو ده المطلوب. هرجع تاني ونلم بقى الزفاره دي خالص ونخش في اللي بعده. حاضر عينيا الاثنين. قبل بس وانا بنضف كده هروح مجهز عندي ايه حله حلوه ومسخن عليها النار شويه، ونرجع على طول حالا نكمل بقيه اللي بنتكلم فيه. حاضر. ام انس صباح الورد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، انا بعز حضرتك جدا ومتابعك من قناه النهار، مش مصدقه ان انا بكلم حضرتك دلوقتي. تسلمي قناه قلنا منوره بيكي، تسلمي. ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم، تسلمي. مش مصدقه والله. لا يا فندم تحت امرك. وبعت لحضرتك كومنت على الصفحه، وكويس ان ربنا قبل دعائي ان اكلم حضرتك. ده شرف ليا يا فندم المكالمه ومتابعه والله، تسلمي. ربنا يخليك. تحت امرك. امرك حضرتك، انا كنت عايزه اشترك معاك في المسابقه في اقرب وقت، فانا لسه سيب حضرتك ونفسي اعمل معاك طبخه كده حاجه حلوه مع ايه حضرتك. بقى اللي ايه بخليكي يعني عايزه اقرب وقت؟ يعني ايه الطبخه اللي عندك؟ يعني طبخه حاجه حلوه. ايه بقى؟ أقدمها. حاجة حلوة قصدك، يعني مسكرة ولا حاجة حلوة؟ لا. جميلة. طبخة يعني حلوة كده اطلع مع حضرتك بيها. تنورينا يا فندم وتشرفينا. حاضر حالا. ربنا يبارك لك. حاضر حاضر يا فندم، في الكنترول حالا مع زمايلي، سجلي بياناتك وان شاء الله بأقرب فرصة تنورينا وتشرفينا. حاضر أوامر. طيب أرجع تاني الروق مكاننا أول بأول. دايما النظافة هي مش بس عشان نبقى بننظف، لا، أنا بحب دايما أشتغل في حاجتي تبقى رايقة عشان اولا احس ان انا هبدا من اول وجديد، فده احساس يخليك شغال وانت نفسك مفتوحه. ثانيا ما ازفرش اي حاجه ممكن تانية او اشتغل مطرح حاجه زفره، فالموضوع ما بيبقاش لطيف. افندم اسماء هانم صباح الورد. الو. طيب كلمينا تاني يا اسماء هانم. حاضر. فنبدا دلوقتي نعمل صوص صياديه حلو، صوص طماطم لطيف، ونسيبه يتسبك شويه لحد ما السمك ان شاء الله يتشوي ويبقى الامور زي الفل، ونبدا نقفل الطبق بطريقه تكون لطيفه. طيب نجيب عندنا سيب دي للسي فود الابيض تبقى كويسه، وناخد دي لصوص مفيش مشكله. طيب الصوص هتعمل فيه ايه بقى يا شيف؟ تعالوا بقى نعمل حب صوص على مزاج بزيت الزيتون. يا عم ما تهزرش، جربوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه زيت زيتون
وهاجي على صوص الصياديه بقى وابدا ادلع فيه شويه. هجيب عندي معلقه ثوم حلوه، بسم الله، نيف ني. يعني ايه نيف ني؟ يعني ان انا هسوي او هشوح الثوم بزيت الزيتون على نار هاديه، او يعني مش عايز بالبلدي كده احرق زيت الزيتون او ياكسد مني، فبالتالي يروح منه الفايده او الريحه اللي انا عايزها. ابدا انزل عندي بفص الثوم عليه على طول معلقه هريسه حلوه كده، لان طبعا الصياديه بيحب يكون سبايسي شويه. واجهز عندي الصلصه الطماطم بتاعتي، الشبت والكزبره والبقدونس، الفلفل الالوان والبصل بتاعي ينزل برده واحده واحده. هنشوف معلقه لطيفه، وابدا اشوح الاول فص الثوم الحلو ده بالهريسه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ اهو. وهكون مجهز عندي بصلايه حلوه تنزل برده معاهم، بسم الله، ليها ريحه كده مع الهريسه. وانا شغال انزل عندي بحبيتين او ورقتين غار وحبايه حبهان تديني نفس في النص. هنا في روائح حلوه. من ايه بقى الروائح دي يا شيف؟ طبعا من الثوم وزيت الزيتون، طبعا هم دول اكتر حاجه تدي نفس حلو، وحبه فلفل اخضر وحبه فلفل احمر. طب يا شيف هتحط امتى الخضره؟ اقول لك الخضره دي في الاواخر عشان ما تغمقش مني كده، معقول الاحجام دي؟ وعندي دول طبعا هوظفهم، شايفين المنظر ده؟ طب هتعمل فيهم ايه دول؟ ولا حاجه. شوف بقى اللي جاي، اما الشيف يحب يظبط الامور يعني. نجيب عندنا الخلطه اللي عملنا بيها السمك دي اللي فيها الجزر والكرفس والكرات وكل حاجه، وحط عليها واحد اتنين معلقتين صلصه طماطم حلوين، وروح جاي بص نفس البوله جايب عليها مكعبين خضار بتوع كنور الخضار العاديين ما فيهمش اي فليفرز يعني كده غير الخضار بس، ومنزلهم واقلب حاجتي دي بقى قدام حضراتكم اهي، التاسيس بتاع الصوص بتاعي. شوف منظر عامل ازاي. طيب في بهارات او حاجه؟ اقول لك لا، انا حاطط اوريدي كل حاجه، فهنزل بقى باللي عندي دول ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. يبقى استخدمنا كل حاجه موجوده عندنا في قلب الطبخه بتاعتنا. نقلب بقى الريحه الحلوه دي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم كده. شوف الصوص عامل ازاي، دي خلطه مش صوص اهو، فريش، ما فيش حاجه اتحرقت مني. طب وبعدين؟ ولا قبلين. شوفوا بقى اللي جاي والفينش بتاع التسبيك، عصير طماطم فريش، هاخد نص كوبايه اهو. حلو الكلام، نسكت لحد كده. اقول لك ما انا عندي كل اسبوع مرق الجمبري، هل هستفيد بيها؟ طبعا. حط نص كوبايه تانية من صوص الطماطم اللي قلت نص كوبايه، يبقى النص التانية بقى ايه؟ مرق الجمبري. بسم الله، واحد مالوش تاني، وازود براحتي اي شيء انا عايزه كده، كويس قوي. وابدا اسيب الخضار مع عصير الطماطم مع الصلصه مع البهارات مع الثوم والهريسه، ويسيبهم مع نفسهم يتسبكوا براحتهم خالص اهو. ده اسمه ني في ني. فالحاجه تاخد وقتها وتطلع معايا فريش مش ميته من النار، وفايدتها موجوده، واللون يكون فاتح مش غامق. ده صوص طماطم يعني ايه؟ ورقه وقلم زي ما بيقولوا كده. طيب هسيب الكلام ده كله اغطي عليه ياخد وقته، ونرحل الحله دي بطرح الحله دي ونبدا نخش في اللي بعده. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. شوفوا المشهد ده يا جماعه كده، شوفوا المنظر ده كده. على ما اعتقد يعني في حاجات الواحد يقعد يتكلم وانا عارف نفسي انا رغاي، معلش يعني سامحوني في الاطاله في الكلام، بس في حاجات بتبقى احلى بكتير من الكلام. لو الحلقه تتعمل بالعكس نطلع الاكل الاول كان نتكلم هيريحني كتير، ولكن بحب اتكلم بالتفاصيل على كل شيء، والحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيكرمنا بنطلع حاجه زي ما احنا بنقول يمكن احسن. شوف السمك البولت بتاعنا عامل ازاي، ما كملناش مع بعض نص ساعه من تتبيلته لحشوه للكلام عنه لطبق يعني المقصود. شايفين المشهد عامل ازاي؟ ما فيهوش ولا كلمه. نوسع كده لنفسنا ونقفل الصينيه دي، وعايز ندخلها في فرن تاني تاني. اه تاني. بص بقى الصوص بتاعها عامل ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الصوص عامل ازاي منه فيه بقى، هنا الكلام بقى يعني خلاص بسم الله ما شاء الله. اه تقليبه حلوه كده، ونجيب البايركس الحلو ده كده او الطاجن ده، بسم الله الرحمن الرحيم. بص الصوص عامل ازاي، صوص صياديه مصري قوي وريحته حلوه قوي احسن من شكله اهو. حبه في الارضيه كده حلوين كده، واضح. ايه اللي واضح يا شيف؟ الواضح ان الصوص مش تقيل. بتفرق طبعا، بتفرق. الصوص لو تقيل بيبقى غامق، والغمقان في الصوص مش حلو دايما، لان يعني الواحد بيبقى ايه حاسس ان هو ايه
تحس ان هو متسبك قوي فبيبقاش له طعم كويس. في بعض الناس تحب كده وفي بعض الناس تحب اللايت النص نص. انا احب النص نص، ولا هو قوي ولا هو ما فيهوش طعم برده ولا فيه تيست بيبقى عالي. انا كده عملت الصوص اللي عايزه. بص ورق الغار عامل ازاي، ريحه الخضره التتبيله اللي احنا خدناها الباقيه من السمك البلطي او من الحشو حطيناها معاه مدياني نفس وريحه قويه جدا. نعمل ايه بقى تاني؟ هنعمل كده نوصل لنفسنا ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السمكه عامله ازاي، شايفين ماسكها ازاي، مش عايز اقرص عليها بايدي. بصوا شايف التسويات اهي، بسرعه وروح عامل كده اهو. الله اكبر. تاني كده اهو اهو. وبعدين ما فيش حد فينا في مصر ما ترباش على السمك البلطي، ده احنا حبايبنا يعني من واحنا صغيرين السمك البلطي هو والمكرونه اكتر سمكتين حبايبنا جدا جدا، تربينا عليهم بنحبهم يعني. هم ليهم عندنا ذكريات حلوه جدا وليهم طعم دايما في ذهننا حلو بس تتعمل صح. انا النهارده هناكله زي ما هو لكن بس نغير شويه عشان ما نزهقش، ده المقصود من كلامي. حاجه تاني بقى، خلاص خلصت. بص بقى اللي جاي هنعمل ايه بقى، خلاص خلصنا كل حاجة تمام التمام، ناخد بقى التاتش الحلو ده بسم الله على الوش. صيادية بقى اهو، يبقى هو كده الحشا يعتبر، وما تقلاش النهاردة يعني عملناه مشوي ونسيب الديل والدماغ بس اللي باينين. شوف المشهد ما فيهوش اي حاجة من الصعوبة. اجي اروح اعمل ايه بقى، جاي رصص كده على كل سمكية ليمونة في اللطافة جرنش ومنتهى البساطة. انضف طبقي بمنديل، والله عايز اوديه الفرن اوديه، مش عايز انا تمام على فكره. لو مش عايزين اوديه الفرن انا ما عنديش مشاكل خالص، انا بس ايه يعني هندخله بس زياده مش اكتر من كده لحد ما نغرف الاكل ويبقى طالع معايا برده نفس الشكل ده كده. خد تسويه زياده ماشي، ما خدش انا برده راضي والحمد لله. نضيف ايه تاني، ما حطناش فلفل حار دلوقتي، ممكن نعمل بس كشكل جرنش على الوش، لكن حطينا هريسه هو لازم أن يكون سبايسي شوي. اهو شايفين المنظر عامل ازاي، ما فيهوش اي حاجه خالص. واجي اروح جايب حبه، مش هحط الفرن الصراحه بقى خلاص انا بقفل دلوقتي، حبه بقدونس، حبه شبت، حبه كزبره اهو. عايز بقى اكرنش بقيه حاجتي بالمره عشان الطبق ده يروح على طول على المائده، مش عايزين ندخله تاني خلاص بقى فرن ولا غيره اهو. اه بص الديل بتاعه مقرمش ازاي، بالاسباتيول او بالمغرفه طلع السمكيه زي الفل ما فيهاش ولا حاجه بصراحه. هو مش يعني مش محتاج يخش مني فرن خلاص، الصوص مستوي وان السمكيه مستويه فخلاص بقى يعني تمام. عشان يعني ايه نبقى واضحين كده وبكل سهوله، صينيه سمك صياديه بالسمك البلطي المصري القمر